طبعا كاميرا البرنامج كالعادة كانت متواجدة في تدريبات الفريق. خلينا نشوف ويل فايت قال ايه ونرجع نكمل اخبارنا. It's been hard. You know, we haven't had any. هو بيقول لك ان احنا الفتره دي احنا ما خدناش اي مباراه وديه خالص وما خدناش اي مباريات من ساعه اخر مباراه لينا في الدوري، بعكس الفرق اللي احنا اللعيبه كلها فرق قويه وفرق جاهزه جدا وخدت مباريات كتيره وفي منهم لسه بيلعب في الدوريات بتاعتهم، فاحنا كل فتره الاعداد بتاعتنا عملناها هنا في النادي ونتمنى ان احنا بالفتره دي نكون نبقى جاهزين عشان نفسح البطوله ان شاء الله. هم كلها هم فريق قوي جدا وفريق على المستوى البدني عالي جدا، وكريس كروفيت اللي هو ده صانع اللعب بتاعهم هو حجمه بالنسبه للمركز بتاعه للبوزيشن بتاعه حجمه كبير شويه، فهيبقى صعب ان احنا نوقفه، بحس ان هو صانع لعب وفي نفس الوقت عنده بنيان قوي، فهيبقى الاصعب عندنا ان هو جزء الشق البدني ان احنا نلعبهم بدني، بس ان شاء الله هنبقى جاهزين ان احنا نلعبهم في البال ونكسبهم باذن الله. Yeah, I mean, you know, all the teams that made it to the final are good. وبيقول كل الفرق قوية ومنستير وبيترو بالأخص هم شايفهم من أقوى الفرق، بس إحنا الفرقة الوحيدة اللي ما خسرتش ولا ماتش، إحنا الفرقة الوحيدة اللي كسبت كل الماتشات بتاعتهم، فإحنا والمجموعة بتاعتنا عايزة تستمر على كده وإن شاء الله هنكسب، هنكمل السلسلة بتاعتنا ونكسب البطولة بدون هزائم بإذن الله. Yeah, I mean, obviously, Mohab and Asim. لكن مهاب وعاصم إضافة كبيرة للفريق بتاعنا، بس إحنا للأسف إحنا زي ما قلت لك إحنا ما لعبناش ولا مباراة، فما قدرناش نشوفهم في الماتش هيبقوا عاملين إزاي، فإحنا هنحاول يعني فعلا هيبقى ماتش سلاك بالنسبة لنا، ده أول مرة هنشوفهم في الملعب، فإحنا هنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نستفيد منهم وإن إحنا نقدر نوظفهم بالطرق اللي إحنا عايزينها عشان إن شاء الله نكسب ونحقق البطولة بإذن الله. وبيقول لك إن هو جمهور الزمالك كان داعم لينا بشكل كبير، وظهورهم ووجودهم معانا في الفترة الأولانية من البال كان شكله حلو جدا وهو انبسط بيه وعرف قد إيه حجم الناس اللي داعمة للزمالك، هو بيقول لهم إن إحنا بإذن الله هناخد البطولة دي إن شاء الله عشان خاطر الجمهور، وبيوعدهم إن إحنا هنحقق اللقب ويبقى لقب جديد جاي داخل لدولاب نادي الزمالك بإذن الله.